More. أعوذ بالله منك يا لساني. أيضا عندي رسالة من العقيد مثنى حميد محمد حسن الدوري، منسوب إلى قيادة شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت. يقول: تم إلغاء مباشرتي في الشهر السابع 22، وعندي خدمة بالشرطة منذ عام 2004 لغاية إلغاء قبول مباشرتي على ضوء معلومات كاذبة تتهم والدي وأولاد عمي والإرهاب، علما أن والدي مش شلل مشلول لا يتكلم وعمره أكثر من 90 سنة، ولا يوجد مؤشر أمني تجاهه، وأولاد عمي طلاب وما أعطوا مؤشر أمني، وقدمت تظلم إلى مدير أمن أفراد صلاح الدين، وتمت مخاطبة الجهات الأمنية وإجا جواب عدم وجود مؤشر أمني تجاههم، علما هاي المعلومات الأمنية منذ عام 2016. راجعت مدير الأفراد وعمل مسح ميداني وتبين المعلومات كاذبة. ولما استفسرت عن الموضوع من العقيد ربيع المسؤول عن التصاريح الأمنية قال صححتها بالورقة وبقيت في الحاسبة لم يتم مسحها، مما تسبب في قطع علاقتي بالشرطة، وعندي كافة سلامة الموقف اللي يؤيد ذلك. انطوني يا العقيد مثنى. عقيد مثنى شو عليك؟ شو أخبارك؟ أهلا أهلا سعد نجم. أنت شو وقت تم فصلك؟ ما اسمعك استاذ نجم لحظه. ايش وقت متى تم الغاء خدماتك او انهاء خدماتك كعقيد بالشرطه؟ ايش وقت يا سنه؟ اي نعم بالشهر السابع. بالشهر السابع. شهر السابع هذا هاي السنه؟ اي 2022 على ضوء معلومات امنيه من مديريه امن افراد صلاح الدين. طيب هسه اجيك واحده واحده. كتاب عقيد بالجيش العراقي يفصل تنهى خدماته، المفروض من يوقع هذا الكتاب؟ من أي جهة يجب أن يصدر؟ نعم لحظة خلنا نطلع على سيد مثنى. طفي السبيكر أرجوك، اسمعني من التليفون لأن ما عندي وقت كثير. الاتصال مو واضح سيد نجم شوية. أنا أسمعك الآن، تسمعني يا مثنى؟ اي اسمعك حاليا. الان انت تم الغاء خدماتك، انهاء خدماتك، منو اللي وقع نعم على نعم. انهاء خدماتك؟ انت ضابط برتبة عقيد، منو انهاء خدماتك؟ الوكيل توقيع السيد الوكيل. يا وكيل منهم؟ الوكيل الاقدم توقيع السيد الوكيل حسين العوادي. ها سيد نجم الوكيل حسين العوادي. نعم. زين انت اتهموك والدك ارهابي وعمره 90 سنه وولد عمك، وبعدين اجت المؤشرات الامنيه انه هذول مو ارهابيين. انا استاذ نجمي نعم من 2016 راجعت مدير كتبه معلومات، راجعت مدير افراد صلاح الدين، قلت له ابويا اولا مقعد ومشلول ولا يتكلم نعم، وعمره يعني بس 90 سنه نعم، وهاي المعلومات مو صحيحه. سووا استطلاع على المنطقة، طلعت المعلومات كاذبة في حينها، وقال لي روح، هذه انتهت القضية وروح. هاي بال 2016 سمعني؟ بال 2016 سووا في حينها بال 2016 بال 2016 وفصلوك بال 22 على المنطقة، طلعت المعلومات كاذبة، قال هذه روح انتهت القضية ماكو شيء. اي هسه بال 2022 ظل الظاهر مصحح بالاوراق بس ما رافعها من الحاسبة. اي والان من يجب من يجب ان يعيدك الان؟ خطا لموظف يتحمل عقيد بالشرطه؟ راح سويت تظلم انه بال 2022 بالشهر الثامن 2022 راح سويت تظلم. اي سويت تظلم على مدير امن الافراد، خاطب الجهات الامنيه، خاطب الاستخبارات، قلت النتيجه ماكو اي شيء. شي يقولوا لك؟ أي شي يقولوا لك؟ اسمعني سعد نجم؟ أسمعك الآن نعم. جرد أنه ماكو أي مؤشر أمني باتجاههم، ماكو أي مؤشر أمني، قلت له أرفع، قال لك قبل السيد الوزير أو السيد الوكيل عن ودي خاطب. أنا يا أخ مثنى الآن السيد الوكيل سيد حسين العوادي، أكو قضيتين أريد أقول لك بيهن.
القضية الأولى أنه هذا الضابط عقيد بالشرطة، عقيد مرتبة قليلة، نتيجة تقصير موظف أنه كتبه على الورق ما شاله من الحاسبة. أنا أتمنى وأنت رجال سيد، هذا الموظف اللي تسبب بقطع رزق هذا العقيد أن يحال إلى مجلس تحقيقي وأن هو اللي يطرد، لأنه المظالم على الناس تصير بهذا الشكل. هذا واحد. الشيء الثاني، المخبر السري اللي قال على عائلة هذا العقيد أن ذولا إرهابية، ولد عمه إرهابية وغيرهم، واتضح فيما بعد أن ذولا مو إرهابيين وهذا ابنكم بالدولة منتسب والمعلومات تقول خلاف هذا، هذا المخبر السري بالأخلاق وبالدين وبالعرف وبالقانون يجب أن يحاسب وأن يعامل بذات التهمة، لأنه تسبب بإلحاق أضرار أخلاقية ومعنوية بضابط عراقي شايل مرسوم جمهوري، لأن هذا يريد أن يشوه سمعة الدولة وسمعة الضباط. سيدنا العزيز، الضابط موجود ورقم تليفونه موجود، وأتمنى من عندك أن تسمعني وتدز على الضابط، واللي أقوله هو مجرد مقترح، أنت رجل مسؤول بالدولة، بس أنا أشوف المخبر السري لازم يتعاقب، والمنتسب بصلاح الدين لازم يتعاقب. سيدنا، بصلاح الدين بلاوي بالشرطة ما صايرة، لأن صلاح الدين خربوها الوليدات، مو أعوذ بالله منك يا لساني، أعوذ بالله منك يا لساني. سيد حسين، أنا الليلة أخابرك بالليل، أرجوك الليلة أخابرك بالليل، لأنه أنا أحكي قدام شعب ترى مرات ما أقدر ألزم نفسي، يعني مرات